من اسمي نارينس بيوتي، شو متوقع؟ شكرا بيبي، كتير مبسوطة اني معك اليوم. في البداية كده كلمين النهاردة عن حضورك النهاردة وإطلالة بقى، ايه أخبارها؟ كتير مبسوطة بوجودي هون اليوم. اليوم لابسة من عند تتخوري، حبينا نعمل ميكس بين الأزرق والذهبي. كتير مبسوطة بالدرس، خبروني انتو شو رأيكم فيه، وكتير حابة الأجواء. Thank God الجو حلو اليوم، سو كتير مستمتعين. لو كلمتك أكتر النهاردة، احنا في مهرجان للموضة والجمال، الجمال والموضة بيمثلوا ايه لنارين في حياتها؟ كتير، من اسمي نارينس بيوتي، شو متوقع؟ يعني بحس أنا كصبية كبرت على البيوتي، يعني بحضر بيوتي، بجرب بيوتي، بتعلم بيوتي، اجتني الفرصة لحتى اشتغل مع أكبر البراندز البيوتي، سو كتير مبسوطة، إنه بحس إنه هذا حلم كل بنت، إنه هيك بحس حالي طفلة بلعب بالميك اب، سو أي لاف إت. النهاردة معنا رامي. معنا رامي، عايزين بقى نتكلم بقى، إمتى الجواز؟ حددتوا الميعاد ولا لسه؟ إن شاء الله بالصيف. حددته هيبقى فين؟ ايه نظامه؟ ايه طقوسه؟ nothing. استنى، ليه لا؟ عايزين نعرف اي حاجه اكسكلوسيف كده. والله يعني رح يكون ببلد عربي، صح؟ صح. yes. maybe. يمكن. يمكن ها؟ يمكن لا. يمكن اوروبي. رامي تحب تقول لها حاجه؟ انا فخور فيك كتير، you look amazing، وان شاء الله اليوم رح يكرموا شغلك اللي صار لك 10 سنين فيه. الف مبروك ان ادفانس. ثانك يو. شكرا بيبي، كتير مبسوطه اني معك اليوم، وان شاء الله هاي ثاني كاربت بنمشيها سوا، وان شاء الله هيك الف وحده ان شاء الله. ثانك يو، شكرا كتير.